أنا دلوقتي في واحد كان سألني سؤال، هل يجوز إن واحد عشان يحسن من دخله لأن هو دخله يعني في ظل الظروف الراهنة متدمر خالص، يعني عايز يخلي مراته تاخد معاش أبوها، فهل يجوز أن يطلقها ثم يكتب عليها عرفية وتاخد هي معاش أبيها؟ تمام، هو سؤال متكرر ولكن إن شاء الله يجيب عنه فضيلة الدكتور حاتم. بشكرك شكرا جزيلا يا أبو أنس. هو يا أبو أنس هذا فيه تحايل وتدليس. المعاش ده مستحق على شروط، والراجل اللي كان شغال في وظيفة وكان بيقتطع منه المعاش كان بيقتطع منه على أساس هذه الشروط. صحيح. وبالتالي لا يجوز أن يصرف هذا المعاش إلا وفقا لهذه الشروط. ولما الست بتاخد معاش لأنها أصبحت لا عائلة لها، جوزها اللي كان هي في رقبته مات الله يرحمه وهي عايشة لوحدها ومش موظفة، فلها معاش حتى تستطيع أن تواجه أعباء الحياة، فتجوزت واحد تاني وأصبحت مسؤولة منه وهو مطالب شرعا بأن ينفق عليها. نعم. نروح بقى نخبي الجواز وتروح تاخد معاش غير مستحق؟ وأقول لك بقى أصل هو دخله منعدم وما عندوش دخل والدنيا ضيقة معاه، فمعاش أبوها ده هيساعدنا في المعيشة. هذا الكلام لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى الملجئة. وأنا حتى مش عايز أقول الضرورة ديت حتى لا يتوسع الناس في تقديره. نعم. لأنه أي معاملة قامت على التدليس والكذب والتزوير هي باطلة شرعا، هذا والأصل الشرعي الكبير. تمام. لما يبقى في حالة بقى كل 30,000 حالة لها ظروف خاصة جدا ولها أوضاع مأساوية، يبقى ساعتها دي تقدر بقدرها وتبقى فتوى خاصة جدا. لها مخرج شرعي. وحتى ديت هقول لها قبل ما أجيز لها الكلام ده، هقول لها روحي للجمعية الخيرية اللي جنبكم، وروحي للجمعية الشرعية، وروحي لإمام الجامع، وروحي لأمة لا إله إلا الله اللي بيطلعوا زكاة، وروحي لأمة أهل لا إله إلا الله اللي بيطلعوا صدقة. فإذا كل الأبواب دي سدت نبقى ندور على الباب اللي فيه تحايل على الشرع ده وفي نوع من التدليس. طيب. لأنه الأصل أن المال إن لم يكن من طريق طيب لا يبارك فيه. صحيح، جزاكم الله خيرا يا دكتور.